قال وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا إن مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ستكون بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات بالشراكة مع القطاع الخاص، مثمنا موافقة مجلس الوزراء الموقر على هذا المشروع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تسعى الحكومة الموقرة للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة، وذلك ضمن محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة. جاء ذلك في العرض الذي قدمه الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في الملتقى الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بمشاركة السيد جاستن سبريل سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى المملكة وعدد من الاقتصاديين البحرينيين والأمريكيين. وأكد ميرزا أن الحكومة الموقرة تسعى لتحقيق أهداف وطنية لبلوغ نسب محددة من إجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035. يذكر أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في يناير من هذا العام على البدء في تطبيق نظام صافي القياس نت ميترينج الذي يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم ومنشآتهم. أصبح الآن يحق لكل شخص في مملكة البحرين أن يستفيد من نظام صافي القياس اللي هو نت ميترينج. في هذا النظام يستطيع أي شخص أن يركب أنظمة الطاقة الشمسية في منزله أو في منشآته، واستهلاك الطاقة التي ينتجها من الطاقة الشمسية في منزله، وإذا زاد عن وكان في فائض من طلب على الكهرباء في فصل الشتاء يستطيع أن يضخه في شبكة الحكومية ويحصل على خصم مقابل ذلك. وفي نفس الوقت الكمية التي ينتجها من الطاقة الشمسية لا تصدر له فواتير عليها، لأن يدفع قيمتها مقدماً. وهذا النظام وافق عليه مجلس الوزراء الموقر اللي هو النظام نت ميترينج، ويسعدني أن أعلن لأن لأول مرة في مملكة البحرين تم ربط عدد من البيوت الآن بالشبكة الحكومية. هذه البيوت الآن تم تركيب الألواح الشمسية عليها، وتم تشغيل الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الحكومية، وهذه أول مرة في تاريخ البحرين.